هذا هو جيش الإمارات قديما، وهذا هو الآن قوة عسكرية من بين الأقوى في المنطقة بل والشرق الأوسط. بحسب تصنيف موقع جلوبال فاير باور المتخصص في الشؤون العسكرية لعام 2022، جاءت القوات المسلحة الإماراتية في المرتبة الخامسة كأقوى جيش عربي والثاني بين جيوش دول مجلس التعاون الخليجي. أما على مستوى الشرق الأوسط فجاء الجيش الإماراتي في المرتبة السابعة كأقوى جيوش المنطقة. وترتبط الإمارات بتحالفات استراتيجية مع القوى العسكرية الكبرى إقليميا ودوليا. كان معيار التفوق لدى القوات المسلحة الإماراتية هو الاحترافية وتأسيس المقاتل على أعلى درجة من الكفاءة. أنا خدمت القوات المسلحة، إذا تعلمت شيء من هذه الفترة مهم الواحد يفرق بين الهواية والتخصص. التخصص أنت تحترف فيه، فالاحتراف في هذا المجال فرض مصير حياة وموت. المعيار الثاني كان امتلاك أحدث الأسلحة وتجهيز القوات المسلحة الإماراتية بأحدث المعدات العسكرية. في التسليح قطعت الإمارات شوطا كبيرا، ليس في استيراد أحدث المعدات العسكرية فحسب بل في التصنيع المحلي ضمن استراتيجية توطين الصناعات الدفاعية التي تبنتها الإمارات في وقت مبكر بتأسيس مجلس التوازن الاقتصادي عام 1992، والذي كان من بين مهامه تمكين وتوطين صناعة الدفاع والأمن في دولة الإمارات. مجلس التوازن الاقتصادي أنشئ بهدف تنمية وبداية الصناعات العسكرية في الدولة، وفي نفس الوقت تنمية الاقتصاد في استقطاب الصناعات العسكرية والمدنية في استقطاب التكنولوجيا إلى الدولة. وساهم توازن في إنشاء أكثر من 111 شركة وكيانا استثماريا في 12 قطاعا حيويا، منها نحو 40 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية. كما ساهم في توفير أكثر من 100,000 فرصة عمل دائمة، تمكن من توطين جزء منها ضمن خطة طموحة لزيادة نسبة التوطين في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية. كما يتولى توازن أيضا إدارة مشتريات وعقود القوات المسلحة وشرطة أبوظبي، وهو بهذا يسعى لتوجيه المشتريات إلى الشركات المحلية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية وتطوير هذا القطاع الحيوي والاستفادة مما يطوره وينتجه. وفي 2019 أطلقت الإمارات مجموعة التكنولوجيا المتقدمة إيدج، التي جمعت بين أكثر من 25 مؤسسة مختصة بالصناعات الدفاعية والأمنية، والتي جاء تأسيسها بهدف تطوير القدرات الدفاعية السيادية للدولة. وتعمل الشركة ضمن 5 قطاعات أساسية هي المنصات والأنظمة والصواريخ والأسلحة والدفاع السيبراني والحرب الإلكترونية والاستخبارات ودعم المهام. وخلال فترة وجيزة صعدت إيدج سريعا لتصبح واحدة من أكبر 25 شركة تصنيع دفاعي على مستوى العالم في عام 2020، بعائدات تزيد عن 5 مليارات دولار وفقا للمعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم. تتولى مجموعة إيدج تصنيع مختلف أنواع الأسلحة من الطائرات المسيرة إلى الصواريخ الموجهة والمنظومات الإلكترونية، بالإضافة إلى صيانة المعدات العسكرية وتقديم خدمات الدعم اللوجستي. في مجال المنصات والأنظمة تتخصص الشركات التابعة لإيدج في تصنيع الآليات العسكرية الخفيفة والمتوسطة ذات العجلات والآليات المدرعة المقاتلة البرمائية وبناء السفن وصيانتها. أما في مجال الصواريخ والأسلحة فتسهم شركات المجموعة في تطوير الأسلحة الخفيفة وأسلحة المشاة والمدفعية وذخائر الطائرات وتصنيع أنظمة الصواريخ الموجهة بدقة وتصميم الأسلحة الخفيفة وتحويل الأسلحة الجوية غير الموجهة إلى ذخائر مركزة عالية الدقة وطويلة المدى. كما تقدم شركات المنضوية تحت مظلة المجموعة الدعم اللوجستي للطائرات العسكرية وصيانتها وتطوير منظومتها، وبذلك تسهم إيدج في الوصول إلى مستوى من الاكتفاء الذاتي في قطاعي الدفاع والأمن داخل الإمارات، وأيضا رافد من روافد الاقتصاد الوطني، وهي تسهم بشكل أساسي في تحقيق رؤية الدولة الاستراتيجية بامتلاك المعرفة وتوطين الصناعات العسكرية كإحدى أهم أوراق القوة في العصر الحالي.